زي ما احنا شفنا في التقرير قدامنا ونجوم الاهلي وكابتن اشرف توفيق بيقولوا ايه. اهم نقطه من النقط المهمه اللي كابتن اشرف توفيق قالها ان الجماعيه في الاداء، بدانا نخش لجماعيه الاداء، وده كان اهم نقطه عنده هو بيتكلم عليها، ان جماعيه الاداء ده حاجه مهمه جدا، وكل الناس مركزه ان هم عندهم بطوله السوبر والكاس، هم اخر بطولتين في السيزون اللي هم مركزين عليهم، ان ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقهم فيهم، ربنا يكرمهم. كان فوز كبير فعلا، السكور واضح 82-68 بين الاهلي والزمالك، ودي ثاني مباراه في السيزون بين الاهلي والزمالك، والاهلي بيفوز بهذه المباراه، وعقبال ان شاء الله المباريات الجايه باذن الله في دوري كره السله. هنستمر مع كرة السلة بس هنتكلم على السيدات اللي عندهم مباراة مهمة جدا بكرة مع نادي الجزيرة في نهائي دوري المرتبط. مباراة امبارح الأمس الأهلي خسر. بس خسر في حاجات كتيرة نتكلم فيها. مش تحليل، بناتنا يقدروا، أنا عارف بناتنا يقدروا إن يعدوا المرحلة دي بسرعة جدا، خروج من البطولات وبطولات كبيرة بيكون في كيرفات نازلة للاعبات، أكيد ده حاجة ده العلم في العالم. بينزلوا شويه ويطلعوا تاني، لكن فعلا هو المباراه كانت في احمال كبيره جدا في البطوله الافريقيه، كان الناس خارجه منهكه اكيد من البطوله الافريقيه. خسر خساره امبارح، خسرنا من نادي الجزيره امبارح بنتيجه 76-72 مع ان الاهلي كان بادئ المباراه بشكل مختلف تماما بقوه ضربه وقدر يفوز الكوارتر الاولاني بنتيجه 20-15. بعد كده استمر الاداء، الشوط الثالث بدا نادي الجزيره يقرب او بدا يفوت عفوا في المباراه وبدا يوسع الفارق، لكن النادي الاهلي قدر تاني يرد، عمل كامباك في الرابع لكن ما قدرش يوصل للنتيجه النهائيه، لكن نتمنى له ان شاء الله بكره التوفيق في المباراه دي. الاهلي محتاج مباراه السيدات لازم يكسبها عشان يفوز ويحتفظ بدوري المرتبط. النهارده مع نادي الجزيره معاه 4 بونت من مرتين امبارح، والاهلي معاه 3 بونت. ان شاء الله بالتوفيق لبناتنا بكره باذن الله في المباراه المهمه، لان جميل مستنيه ان شاء الله باذن الله بطوله تضاف داخل بطولات كره السله سيدات في النادي الاهلي. هنسيب كره السله سيدات وهنروح لكره اليد. كره اليد سيدات ايضا امبارح نادي الاهلي كان بيلعب نادي الشمس في نهائي بطوله المنطقه لكره اليد سيدات، نادي الاهلي خسر خساره بنتيجه 29-26، 3 اهداف فارق، علامه استفهام، لان النادي الاهلي البطوله دي بطوله مفضله ليه. اكيد كابتن ياسر صلاح اخر مره كان بيتكلم معانا قال ان هو عنده اصابات، لكن برده مش تحليل ولا تعليق. التعليق اللي عندكم اللي لازم كابتن ياسر صلاح يقعد مع اللاعبات ويتكلموا ويشوفوا الغلط فين عشان نصلحه في البطولات اللي جايه، لان النادي الاهلي ما ينفعش البطولات اللي جايه نتكلم فيها بالذات في سيدات كره اليد، لان الامور في كره اليد مختلفه، احنا في حته والفرق الثانيه كلها في حته، مع احترامنا لكل الفرق والانديه. الشوط الاولاني امبارح خسر خلص 14-11 لنادي الشمس، والشوط الثاني اتعادلوا لكن الفرق 3 اهداف فضل لغايه اخر المباراه. اكيد ده جرس انذار بنقول لكل بنات اليد، ده جرس انذار مهم جدا. السنه اللي فاتت خسرنا ماتش، السنه دي خسرنا ماتشين، والبطولات جايه وكلنا مش عايزين ده، عايزين مكسب، لان بنات اليد دايما مفرحينا ودايما بيكونوا عندهم المكسب والبطولات في دولاب بطولات كرة اليد السيدات في النادي الأهلي. هنستمر مع كرة اليد بس مع ناشئي كرة اليد 2004. مباراة قوية جدا مع نادي سموحة امبارح في أصالة الأمير عبد الله الفيصل، لكن قدر النادي الأهلي يكسب بنتيجة 37-35، مباراة قوية. الأندية والرياضة اختلفت تماما في مصر، لأن الأندية كلها بتدعم فرقها. كانت المباراة قوية جدا، كابتن محمد عبد الله قال إن قابلنا فريق قوي جدا وعنيد جدا زي نادي سموحة، فعلا كانت مباراة قوية جدا، والسكور باين جدا 37-35 فارق هدفين، والسكور كبير فوق الخمسة فوق 30 جون، يبقى الماتش كان فيه ماتش كتير جري، كتير جري من السنترة، وكتير اللعيبة فيها كان مستوى اللياقة البدنية أكيد مرتفع جدا علشان يقدروا يوصلوا للسكور ده. خلينا نروح لتقرير عن مباراة 2004 كرة يد للناشئين وترجعوا لنا مرة تانية.